الماضي انا تكلمت معاه في عده خطرات هو يعتبر نفسه في بلده في في داره آه، ما دام المشروع اللي هو على جاله راهو في الطريق الصحيح ما ما, ما كاينش نقاش على هذا هو عمره ما طلب آه، كيما نقولوا هذه دي سيتاسيون فينانسيير ولا عمره ما طلب هو قال لي هو قال لي عندي مبدا قال لي كو مع رئيس جلسي ولا اللي قبله عمري ما نهار طالبت يعني اي افونتاج مزايا مزايا ماليه الفيدراليه مالية يد براسها هذه من جهه من جهه من جهه الأخرى مشكل تاع تمديد العقد تمديد ولا مش مطروح